اوكي هنبدأ فيديو تاني علشان الفيديو الاول ما شاء الله النت بيقول لي ستوب. ما انت عارفين انا عايز اموت. يعني اتنين على واحد، مين اللي هيفوز؟ واحد واحد وراي واحد وراي واحد قدامي. طب اقول لكم انا ادخل واحد صاحبي عنده نفس اللعبه فهلعب معاه. تمام بقول لك ايه، كنت عاوز اشتري حاجه. لا صاحبنا صاحبنا عادي محدش يخطر. انا هعمل كده مفيش حد يخطر. انا صبر تلعب اللعبة اللي انا بلعبها دي. تلعب اللعبة اللي انا بلعبها. ما عندكش مش كنت عندك يا ابني. طيب دي اخلص الفيديو بس وهجيلك. اتفرج على الفيديو طيب وتعرف اللعبة هي دي ولا لا. قالك الام الجامد خلص الفيديو هتخلص. قتلت حد من الناس أربعة من أربعة عليا. قالك في حد قالك أنا خسرت. نكمل على الآخر. العيل معانا بيشتغل في سنة. اوف العيل اللي واحدة. دلوقتي انا بتكلم.
اوحش حاجه الناس بتطلع بقى. اللعبه دي مش مشهوره قوي فبقى مفيش ناس يعني كتير. تقريبا كسبت 3 وهم الثلاثة كانوا خرجوا من الماتش. قال لك العيل الحط بتاعها 100 حمية. بو 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 بو. يا ابن اللذينة الأربعة يعني كلهم همشي. بحياتي help on the way. الله بقى مصطفى عطيه فتحت. بقول لك ايه، ينفع تبعت لمصطفى عطيه؟ طب بقول لكم يا جماعه، انا هبعت لواحد معاه نفس اللعبه ونلعب معاه كام جيم. كام جيم ما تستمر من شيء ده ديجي. وانا في امي هاف 5 رينفورسمنت ريمينينج. يا احلى من كده.